السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم. أنا نصر مرجان وأنت دلوقتي بتتفرج على قناة أونلاين كورسز. حلقة اليوم إن شاء الله تعجبكم، بتكلم فيها على 10 جمل. ال10 جمل دول أنا سمعتهم وهم 10 مصطلحات سمعتهم في أفلام أمريكية، والحقيقة معناهم الحرفي غير معناهم المقصود تماما، وده بيفيدنا كتير لو أنت يعني حابب إن أنت تكون like a native speaker زي المتحدث الأصلي للغة الإنجليزية. المتحدثين الاصليين باللغه الانجليزيه دايما بيتكلموا جمل لما ترجمها ترجمه حرفيه معناها مختلف تماما عن المقصود. فخلينا كده نشوف ايه هي الجمل اللي موجوده عندي وان شاء الله تعجبكم، ويلا بينا نشوف ايه هي اول جمله. اول جمله بتقول in the nick of time. in the nick of time. in the nick of time معناها في اخر لحظه. in the nick of time. Thanks for stepping in. Thanks for stepping in. Thanks for stepping in. يعني شكرا لتدخلك. Against my will. Against my will. Against my will. يعني غصب عني. جملة دي كتير بنقولها، بقول لك يعني انت ليه عملت كده، تقول له غصب عني. فبالانجلش يقولها against my will. Just in case. Just in case. Just in case. فقط للاحتياط. I don't mean to pry. I don't mean to pry. I don't mean to pry. لا أقصد التطفل، أو معناها أنا مش قصدي إن أنا أتطفل عليك، أو مش قصدي إن أنا أتدخل في الموضوع. I don't mean to pry. I can get by. I can get by. يعني أستطيع تدبر أمري. أنا يعني معناها أنا هقدر أتصرف. I can get by. My heart goes out to you. My heart goes out to you. My heart goes out to you. يعني أنا متعاطف معك. It's a bit fishy. It's a bit fishy. يعني أنا أشك في هذا الموضوع، أو الموضوع اللي أنت بتتكلم فيه ده في شك. It's a bit fishy. We're through. أو we are through. We're through. يعني انتهت علاقتنا. Put up or shut up. Put up or shut up. يعني كل خيرا أو اصمت. Put up or shut up. اللي جاية دي حاجة تانية خالص، مختلف عن الجزء الأول. تعال هنقرأ بعض الكلمات كده ونشوف هو يقصد بيها إيه. Hard not to crack. Hard not to crack. يعني hard not to crack. زي ما انتم شايفين في الصورة كده، كلمة not اللي هي الجوز، اللي احنا من المكسرات، نوع من المكسرات، ودي بتبقى هارد جدا، صعبه جدا علشان تفتحها او علشان تكسرها. فامتى نقول الجمله دي هارد نوت تو كراك؟ تعالى كده نشوف. هارد نوت تو كراك معناها problem that is hard to solve or a person who is difficult to understand. يعني لما يبقى عندك مشكله صعبه جدا ما انتش عارف تحلها، ممكن توصفها بالوصف ده hard not to crack. او لو في شخص انت بتتعامل معاه ولكن صعب جدا فهمه او صعب جدا التعامل معاه، تقولها كده hard not to crack. تقول this person is hard not to crack. هذا الشخص صعب جدا فهمه. تعال نقرا المثالين. example. You want me to find more money in the budget? It's hard not to crack. بيقول له انت عاوزني ان انا ازود الميزانيه فلوس؟ دي مشكله كبيره جدا يصعب حلها. It's a hard nut to crack. Another example. I've been dating Jenny for over a year and I still think she's a hard nut to crack. بيقول انا وجيني على علاقة بقالنا اكتر من سنة ولحد دلوقتي مش قادر افهمها، هي شخصية صعبة الفهم. A hard nut to crack. Monkey on your back. Monkey on your back. دي معناها ايه؟ Monkey on your back
means problem that makes your life difficult. يعني انت عندك مشكلة موجودة في حياتك مخليها حياتك miserable، مخليها حياتك صعبة جدا. طب ليش معنى بنقول monkey on your back؟ يعني انت عارف المونكي القرد ده لما بيجي على ظهر حد ما بيبقاش عاوز يسيبه، نفس الحكاية المشكلة دي مش بتسيبك ابدا، فبنشبهها بالمونكي فنقول monkey on your back. For example, that huge credit card payment is a real monkey on his back. في حد بيبقى معاه كريدت كارد بيروح يشتري بيه حاجات من السوبر ماركت وبعد كده بيدفع للبنك، فطبعا طول ما هو الكارت معاه فبيشتري فعليه ديون ماليه كتير، فبتبقى عامله زي المونكي مش قادره تسيبه، المشاكل الماليه مش بتسيبه. المشكله دي نقول عليها monkey on your back. Another thing. In a nutshell. In a nutshell. كلمة shell انتوا عارفينها يعني صدفة. معناها ايه الكلمة دي؟ in a nutshell. in a nutshell means very briefly. briefly يعني باختصار شديد. or in a few words يعني عشان اختصر لك الموضوع. in a nutshell. for example, the answer in a nutshell is no. الإجابة باختصار؟ لا. يبقى كلمة in a nutshell يعني باختصار. Another example. Let me put it in a nutshell for you. If you show up late again, you're fired. يعني بيقول له خد بالك. Let me put it in a nutshell. هقول لك الموضوع باختصار. If you show up late again, لو جيت متأخر تاني, you're fired. انت كده مطرود. Foam at the mouth. Foam at the mouth. عارفين كلمة foam اللي هي الرغوة اللي بتطلع من البق أحيانا لما حد يكون تعبان أو حد متضايق. Foam at the mouth نقولها إمتى أو نقولها إزاي؟ Foam at the mouth means be extremely angry، معناها حد غاضب جدا. For example, the boss was foaming at the mouth when the team could not deliver the work on time. المدير كان غاضب جدا لما ما قدرناش ان احنا نسلم الشغل في الميعاد. Another example, she was almost foaming at the mouth when she heard about the cost of the car repairs. بدأ عليها الغضب الشديد لما عرفت هي هتدفع كام في تصليح السيارة. هنكتفي بهذا القدر اليوم ان شاء الله، وان شاء الله عندي حاجات كتير تانية هقولها لكم في فيديوهات جديدة. لايك وشير للفيديو لو الفيديو عجبك، واي كومنت اكتبوا على الفيديو. اشوفكم على خير في فيديو جديد قريبا جدا ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.